شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج اللهم لك صمت، ورحب بالمشايخ اللي معنا في حلقة اليوم، الشيخ عبد الله السادة، حياك الله وبياك. أهلا وسهلا، حياك الله وحيا الله الجمهور الكريم والمشاهدين والمشاهدات. الله يحييك، يا مرحبا ومسهلا، وحياك الله أيضا الشيخ عبد الله العباد، أيضا سعداء بوجودك معنا في حلقة اليوم. الله يحييكم ويبقيكم ويحيي الجميع. يا مرحبا ومسهلا، ويزاكم الله خير مشايخنا على وجودكم معنا في هذه الحلقات لإفادة إخواننا وأخواتنا المستمعين في تعليقاتكم حول هذه الأسئلة المطروحة. إذن مشاهدينا الكرام، نذكركم مثل ما تعودنا في كل حلقة عندنا عدد من الأسئلة الفقهية المتنوعة في أحكام الصيام والطهارة والصلاة والزكاة وغيرها، والمتصل الذي يجيب إجابة صحيحة على السؤال لديه جائزة مقدمة من قناة الريان بقيمة 500 ريال. بعد الجواب على كل سؤال سنتناقش مع مشايخنا حول الأحكام التفصيلية التي تدور حول هذه الأسئلة. وأذكركم أيضا برقم التواصل معنا في هذه الحلقة 5 4 1 8 1 5 4 1 8 1، وننتظر أيضا اتصالاتكم ومشاركتكم للأجوبة على هذه الأسئلة المطروحة. مشاهدينا الكرام، ليلة القدر من الليالي العظيمة الطيبة المباركة، فمن أدركها فهو الرابح في هذا الشهر الكريم، وقد حظي بثواب عظيم ومغفرة من الله تبارك وتعالى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا من فضله، ونسأله تبارك وتعالى أن يبلغنا هذه الليلة. ربما مشايخنا كثير من الناس يتحدثون حول ليلة القدر ويعينونها تعيينا، إما في 27 أو 25، أو يقول لك لا هي ثبتت في 21، يعني يثبتونها في هذه الليالي. فودنا نتكلم حول هذا الموضوع، هل إحنا بالفعل لنا تعيين هذه الليالي، هذه الليلة الطيبة المباركة، أم لا نستطيع تعيينها؟ لأن بعض الناس يعني يختلفون في هذا الكلام، وفي كلام أكثر وأطول، هل هذه الليلة إذا كانت عندنا إحنا حين في 27 ممكن تكون في مكان ثاني في 21 وما إلى ذلك. فودنا نوضح هذه المسألة لإخواننا وأخواتنا المشاهدين، ولكن أطرح السؤال الأول عليهم أيضا عشان يفكرون أيضا في السؤال. يقول السؤال: من أخرج زكاة الفطر قبل منتصف شهر رمضان فهل تجزئه؟ أعيد السؤال مرة ثانية. يقول السؤال: من أخرج زكاة الفطر قبل منتصف شهر رمضان فهل تجزئه أم لا؟ ونحن نرجع أيضا مع مشايخنا، لأن الشيخ عبد الله العباد نتحدث بداية أيضا عن هذا الموضوع. الحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يجعلنا وإياكم من الفائزين المقبولين في هذا الشهر الكريم. حقيقة الشهر أوشك على الانقضاء، ولا ندري من هو الرابح منا في هذا الشهر. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. فعلا ليلة القدر العظيمة، وتحدثنا عنها كثيرا في هذا البرنامج، وتحدث الناس عنها، وهي حديث الناس في هذه الأيام. ليلة القدر فيه بحثان يعني نفصل بعضهما عن بعض. بحث في دلالة الأحاديث، دلالة النصوص على تعيين ليلة القدر، فهذا بحث بحثه العلماء ولهم فيه يعني أقوال كثيرة، قد تصل إلى 40 قولا في تعيين ليلة القدر، أقوال كثيرة بناء على الأدلة، لأن الأدلة ليس فيها شيء صريح قاطع في تعيين ليلة معينة. فالبحث في تعيينها في ظل دلالات الأدلة هذا بحث مشروع، وبحث كما قلت بحثه العلماء ومسطر في كتب. جميل. لكن الجانب الآخر والبحث الآخر اللي هو حديث الناس حقيقة، هو اللي أظن أنه يحتاج إلى الفكرة نفسها، تحتاج إلى إعادة التفكير فيها، هل هي صحيحة ولا لا. يعني تنزيل
علامات ليلة القدر على ليلة معينة من ليالينا نقول في هذا الشهر. وهذا الذي يحصل، كم سمعنا من 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 من, من مقطع صوتي أو حتى مقطع فيديو واحد يقول هي الليلة الفلانية وهذا أكد لكم أنها الليلة الفلانية، تواترت الرؤى وشغلات كثيرة يعني، والطقس ما أدري إيش فيه. وهذا هذا حقيقة الفكرة، هذا التفكير أنا حقيقة أقول إنه في خلل من ناحيتين. أولا هذه الليلة التي أخفيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلمها، وهو الذي دلنا على كل خير ولم يستطيع أن يدلنا عليها، يعني أما لم يدلنا عليها بالتعيين، فهل تتوقع أنك أنت ستعرفها بالتعيين وبالجزم الآن؟ هذا خلل. وهذا الخلل فيه خلل آخر، أن إخفاء هذه الليلة هو حكمة اقتضاها الله سبحانه وتعالى. فإذا أردت أنت أن تحددها تحديدا يقينيا فكأنك تريد أن تبطل هذه الحكمة، هذه الحكمة التي أرادها الله سبحانه وتعالى من إخفائها. تقول خلاص حليت لكم اللغز وعرفت لكم ليلة القدر متى هي متى هي وخلاص وانتهى الموضوع. هذا عرف السر يعني، عرف السر، عرف السر. هذا خلل، خلل بالتفكير. المسألة الأخرى، الخلل الآخر هو أن من يبحث عنها بهذه الطريقة كأنه يقول مش مستعد أن نضحي في سبيلي نيلي لابتغاء مرضات نيلي لمرضات الله سبحانه وتعالى، أو ضحي أن أجتهد في هذه الليالي كلها. لا، لازم أعرف ليلة معينة لأجتهد فيها، والثانية مع السلام. عرفت كيف؟ وهذا حقيقة هو الخلل الكبير. الله سبحانه وتعالى أخفاها، ولو أراد لحددها لنا بكل وضوح. أخفاها ليجتهد الإنسان في هذه الليالي القليلة. وكما ذكرنا في حلقة سابقة إن السلف منهم من قال إن كانت في السنة فسأدركها، ومنهم من كان يقول إن كانت في رمضان فسأدركها. نحن لا نقول هذا ولا نقول هذا، نقول يا أخي الليالي العشر هذه حاول أن تجتهد فيها حتى تدركها. وأما موضوع ما هل هي يعني تكون هنا 27 وفي مكان آخر 21، وهل هي تنتقل أو تختلف باختلاف ثبوت الشهر ورؤى، هذا حقيقة إشكال واعتراض يقوله بعض الناس، وفيه إشكالية، وهي أن الأمور الغيبية، الأمور الغيبية هذا لو انطلقت من هنا، الأمور الغيبية إذا أردت أن تدركها إدراكك للمحسوسات فستضيع. أيوة. الله سبحانه وتعالى جعلها أمورا غيبية غيبية، وامتدح المؤمنين بها لأنهم يؤمنون بشيء لا يرونه، بشيء لا يلمسون ليس محسوسا. الذين يؤمنون بالغيب، بالغيب، وكلها كل آيات كثيرة في هذا. فإذا كونك تريد أن تقيس على الأمور المشاهدة وتدركها إدراكك للأمور المشاهدة، هذا غلط، هذا غلط. فلذلك كل من تكلموا في هذه المسألة، وحقيقة أنا خلال بحثي ما وجدت كلاما للمتقدمين في هذا، لأنهم ينطلقون من أن هذه أمور غيبية، وأن الحكمة منها والمطلوب منها هو أن يجتهد الإنسان في كل هذه الليالي التي هي مظن ليلة القدر، وليس أن يبحث وينقب حتى يتأكد أنها الليلة الفلانية، إما يقوم هذه الليلة ويترك بقية الليالي. ما كان هذا موضوع مش عندهم، يعلمون أن الله سبحانه وتعالى طلب منهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رغبهم أن يجتهدوا في طلب هذه الليلة ويتحروها، وأنه لا سبيل إلى معرفتها بشكل قاطع جازم ما دامت أخفيت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما دامت حكمة الله تعالى اقتضت إخفاءها وعدم تعيينها بالتحديد، لن يصلوا إلى هذا. صحيح. فكانوا يجتهدون في كل هذه الليالي، ومسألة أنها والله هل تنتقل، والله هل يعني تختلف باختلاف المطالع، والله كذا، هذا الشيء ما لن يجدوا له حلا حاسما. تبقى هذا الاعتراض قائما ما دام الإنسان لا يسلم أن المسألة مسألة غيبية، وأنه لا يمكن للعقول أن تدركها إدراكها للمشاهدات. جميل. وعلى كل حال الله سبحانه وتعالى كما قلنا سابقا أيضا ليست له حاجة أو لا يحتاج إلى أن نعبده في الليلة الفلانية بحد ذاتها، بحيث أننا لابد أن نعرف هذه الليلة. الله تعالى طلب منا أن نريه منا خيرا، أن نريه منا رغبة، أن نريه منا طمعا وطلبا لما رغب فيه، وتغيرا في الحال أيضا في هذا الموسم. نعم، وأن نجتهد خلال هذه الليالي، وليس شرطا في حصول ثوابها
معرفتك أن هذه ليلة القدر، هذه شرطة. صحيح. فإذا قام الإنسان هذه الليالي ولم يشعر ولم يعلم أن على وجه اليقين أن واحدة منها هي ليلة القدر، فقد أدرك ليلة القدر. صحيح. قد أدركها، وهذا هو المطلوب. صحيح. إذن أقول لهم، وهنا نبه نقطة أخيرة. حقيقة من سلبيات هذا النقاش أن الناس استقر في أذهانهم أنها مثلا ليلة 27، وهذا أدلته قوية في العبادة كثيرة، لكن ليس على سبيل الجزم. فمن بعد قيامهم ليلة 27 خلاص خلص رمضان، تبدأ المساهد تخلو من روادها، وهذا حقيقة ما يؤسف له. هذه النقطة مهمة جدا، اعلموا أن ليلة 27 أو ليلة 25 أو ليلة 21 هذه الليالي يرجى أن تكون ليلة القدر، والأدلة هنالك كثير من الأدلة تدل على أنها ربما تكون هذه الليالي. صحيح. ولكن كذلك لا 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 ليس على سبيل الجزم، وبالإمكان أن تكون ليلة القدر ليلة 29، يمكن أن تكون ليلة 29. فلذلك من يقطعه الشيطان عن العمل وعن تحري هذه الليلة بعد ليلتنا البارحة، فهذا قد يحرمه الشيطان من إدراك ليلة القدر. صحيح. قد يحرمه من إدراك ليلة القدر. وأيضا كما ذكرنا سابقا مسألة الأوتار، الأوتار هذه فيها كلام، هل هي الأوتار إذا عددت من جهة بداية الشهر وعلى ذلك الأساس يكون الوتر 21 و23 و25 و27 و29، أو الأوتار هي إذا عددت من جهة نهاية الشهر وعلى ذلك العكس. الأساس بالعكس. صحيح. وهذا كله من 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 من, من, من يعني تأكيد هذه الحكمة أن الله تعالى أخفاها عمها. حتى الوتر الآن أيه، هو الوتر من جهة بداية الشهر أو الوتر من جهة نهاية الشهر. صحيح. كل ذلك ليجتهد المسلم في هذه الليالي العشر ويطلب هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لن يحرمه. صحيح. يعني ما أراد. الله يجزاك خير الشيخ عبد الله. نعم. أيضا الشيخ عبد الله السادة، يعني الموضوع هذا موضوع يعني مهم صراحة للناس، ومثل ما ذكر شيخنا يعني في شرحه لهذا الموضوع أيضا شيخنا، بعض الناس مثل ما تقول مثلا عندنا الحين بعد ليلة 25 في يوم 25 ما شاء الله الجو كان غائم ومطر ما شاء الله، فالناس كأنه قالوا خلاص هي 25 لأن الجو بعد هذه الليلة كان كذا وكذا وكذا، فتحصل الناس يعني دائما يهتمون في هذا الشيء، ويجيك واحد يقولك لا والله احنا كان عندنا مطر بس في بلاد ثانية كان عندهم اغبار وعج ومدري ايش. زين، فودنا ايضا ان احنا نبين ما هو المهم وما الأصل في هذا. نعم. يعني الفضل العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. علامات ليلة القدر، السؤال هل الآن ما أحصل أجر ليلة القدر إلا إذا رأيت علامات ليلة القدر؟ هذا كلام غير صحيح. الآن يجتهدون في العلامات، يروح يصور لك الشمس كل يوم. إيه؟ في الليالي الوترية لازم. إيه؟ خاصة 27 نص لازم يصورها وذي. طيب أنا ما شفت العلامات وقمت يعني البارحة، هل أحصل أجر ليلة القدر من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم، ولا ما أحصل؟ تحصل. فلذلك البحث عن علامات ليلة القدر هاي ليست من مهام المسلم. من الأمور التي يسأل عنها الناس قضية قيام ليلة القدر، لكي يعني يصدق علي الحديث هل أقوم كل الليلة؟ لا، يعني عائشة رضي الله عنها قالت ما يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما قام ليلة إلى أن أصبح، لكن كان يحيي هذه الليالي صلى الله عليه وسلم، قال يحييها بالعبادات، يحييها بالطاعات، يعني ما قام صلى الله عليه وسلم من العشاء إلى الفجر قيام واحد صلاة واحدة، لا، فيحييها صلى الله عليه وسلم. قالت أحيا ليلة، إيش معنى أحيا ليلة؟ يعني أنا ما في نوم. قبل العشر الأواخر كان في قيام وفي نوم، فإذا دخلت العشر الأواخر ما في نوم، ففي قراءة قرآن، في ذكر، في دعاء، في صلاة، فهذا الأصل. فلذلك لو قمت بما يقال عنه قيام، يعني لو صليت عشر دقائق يصدق عليك القيام. فالقيام أنك تقوم ليلة القدر بحسب الاستطاعة، يعني حسب استطاعة الشخص، تقدر تقوم نص ساعة، تقدر تقوم ساعتين، ثلاث، اللي تقدر عليه. هذا مسألة. المسألة الأخرى
قضية هل هي موجودة عندنا وعندهم 27 عندنا 28 وعندهم 27 هي تصير عندنا 27 وعندهم بعد 27 في شيء اسمه في الفقه يسمونه اختلاف المطالع حديث أبو كريب مع ابن عباس اللي هو يعني معاوية صام ليلة الجمعة وابن عباس صام ليلة السبت طيب هذا بيصير عنده 27 غير في دمشق وهذا 27 غير هذه الأمور الشرع يعطيك أنت يا عبد الله يعطيك معلومة ليش هالمعلومة يعطيك إياها علشان هاي يعني معلوم وتطلع مجهول فيها إكس واي وفيها سين وصاد ولا يعطيك المعلومة لكي تستفيد وتستغل هذه المعلومة قال لك مثلا في العشر الأواخر تقول طيب العشر الأواخر موجودة هني ولا موجودة في باكستان ولا وين أنت في ليلة 27 يعني تحرها في ليلة الوتر تحلها في ليالي تحرها أنت تحرها في العشر الأواخر كلها أنت وين تكون تحرها على حسب المطالع وحسب ما قالوا لك أنت في بلدك تحرها هاي المعلومة لك أنت معلومة لي أنا هني إنها تحرى في العشر الأواخر أنت هناك العشر الأواخر العشر الأواخر غير عقبي قبلي هذه مثل ما قلت لك هو معادلتك تحسبها مثلا حديث إن الله سبحانه وتعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل طيب الثلث الأخير الآن ما يطلع من الكرة الأرضية 24 ساعة موجود والله عز وجل ينزل الثلث الأخير طيب هاي معلومة لك أنت أنت إذا كنت في الثلث الأخير الله عز وجل يكون فتدعو الله عز وجل في الثلث الأخير أنت كنت هني كنت على خط غرينتش كنت قبل غرينتش كنت ما العلاقة فهذه الأمور تحدك أنت هاي الأمور تحدك أنت يعني ممكن الله عز وجل هذه القوانين النواميس الطبيعية هذا أكبر وهذا ما يصير في مكانين مرة واحدة والمتضادين وال هذه لك أنت هاي لك أنت النواميس هذه هاي بمستوى عقلك وتفكيرك نعم الله ممكن عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في لحظة وتصير هي الثلث الأخير على الكرة الأرضية كلها فهي القوانين ما تحد الله عز وجل هاي القوانين تحدك أنت يعني ساعة 60 دقيقة عندك أنت اليوم عند الله غير ويوم عندك غير فلذلك أنت لياتك المعلومة حاول تستفيد وتستغلها هب تقعد تقول لا أنا أبى أطلع المجهول هل هي تصير كذا يعني ما أعطيك مثال آخر الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله يضحك معلومة لك زين شنو أستغلها إيش قال الأعرابي ربنا يضحك إذا ما عدا من الخير بس عيه الخير الله بيغفر وبيسامح الله يضحك بحت خلاص ما دام الله يضحك أنا هب خايف عليه طيب إيه واحد ثاني شو يقول لك الله يضحك بصوت ولا من غير صوت بأحبال بأوتار صوتية ولا من غير أوتار يعني يسأل عما ليس فيه فائدة أصلا ولا تترتب عليه المعلومة مع أعطيت لك عشان تستفيد وتستغلها وتؤجر وتطيع الله عز وجل المعلومة هب تسويه معادلة عندك معلوم وفي مجهول ومجهول وتبي تطلع المجهول تبي لا صحيح لا فلذلك المعلومات الآن المعلومات على ليلة القدر أن هي تقريبا 99.99 في العشر الأواخر خلينا نقول لأن في ناس قالوا قد تكون في رمضان في غير العشر الأواخر خلينا نقول 0.001 هو في العشر الأواخر طيب هي في الوتر كم قد تكون 85% في الليالي الوترية 85% طيب لو قلنا ليلة 27 كم حتكون في المية يمكن 20-30% 20% ليلة قدر 27 طيب أنا أقوم ليلة القدر عشان أحصل نسبة 20-30% من 70% وين راحت صحيح إيه فأنت حتى لذلك شيخ نحن نقول دائما المطلوب أن الواحد يجتهد في هذه العشر كلها وتعيين هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم قالت إذا دخل العشر اجتهد وأحيا ليله صحيح نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في العشر هذه كاملة
وهو المطلوب منا نحن كمسلمين في هذه الأيام الفاضلة والأيام الطيبة، أن الواحد يجتهد في هذه الطاعة، أما تحديد ليلة دون غيرها، أو الواحد يقعد يفكر إذا أنا 27 عندي بتكون 27 هناك، ولا كانت عندي أنا هني في بلد ثاني بتكون غير، ولا بتنزل عقب ساعتين ولا ثلاث ساعات، هذا كله من ما يشغلك عن العبادة ويعني يضعف من عزمك في طاعة الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى وضع لنا هذا الموسم لكي نجتهد ولكي نقبل عليه ولكي نريه من أنفسنا خيرا مثل ما ذكروا المشايخ. والله تبارك وتعالى كريم رحيم غفور يحب عباده، ولذلك أعطاهم مثل هذه المواسم وهذه الهدايا مثل ليلة القدر في هذا الشهر الكريم. فالواحد دائما إذا صدق مع الله تبارك وتعالى فلن يخيبه الله تبارك وتعالى. فالمطلوب منا أن احنا نجتهد في هذه الأيام الفاضلة الطيبة التي أعطانا الله تبارك وتعالى إياها، والله تبارك وتعالى لن يضيع جهدنا وسيعطينا كل خير، فهو الكريم، هو الذي هو أرحم بنا من أمهاتنا. نسأل الله تبارك وتعالى من فضله ورحمته ومغفرته. أذكركم بالسؤال قبل ما نطلع الفاصل. يقول السؤال: من أخرج زكاة الفطر قبل منتصف شهر رمضان هل تجزئه أم لا؟ ناخذ هذا الفاصل ونرجع لاستقبال اتصالاتكم. اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات. اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وعدنا لكم بعد هذا الفاصل، ولا زلنا مستمرين معكم في حلقات برنامج اللهم لك صمت. وأيضا أذكركم بالسؤال الأول اللي طرحناه قبل الفاصل. يقول: من أخرج زكاة الفطر في قبل منتصف شهر رمضان فهل يجزئه ذلك أم لا؟ معنا اتصال. إيمان، السلام عليكم. عليكم السلام. يا مرحبا يا إيمان، حياك الله. الله يحييك. يقول السؤال: يا إيمان، من أخرج زكاة الفطر قبل منتصف شهر رمضان فهل يجزئه ذلك أم لا؟ يجوز. طيب. طيب يا إيمان، جزاك الله خير على اتصالك. معنا اتصال ثاني. جواهر، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. الله يعافيك يا جواهر. يقول السؤال يا جواهر: لا يجوز. أحسنتي، أو نقول لا يجزئه. أحسنتي، هذا السؤال. إذن من أخرج زكاة الفطر قبل منتصف شهر رمضان هل يجزئه ذلك أم لا؟ لا يجزئه ذلك. ومبروك عليك 500 ريال مقدمة من قناة الريان، بإذن الله راح توصلون معاك لاستلام هذه الجائزة. ألف مبروك يا جواهر. يقول السؤال الثاني: هل تجب زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه؟ أعيد السؤال مرة ثانية: هل تجب زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه؟ أيضا فكروا في إجابة هذا السؤال، وإحنا نرجع أيضا نفصل في سؤالنا الأول. الشيخ عبد الله، لعلنا إذا نطرح السؤال اللي هو: من أخرج زكاة الفطر قبل منتصف شهر رمضان. نعم، جوابها صحيح على مذهب الجمهور فعلا، أنه أن هذه الزكاة مضافة إلى الفطر، فلا بد أن تكون في يوم الفطر أو قريبا منه، في وقت قريب من يوم الفطر. ولذلك لا يجوز عندهم تقديمها على الفطر على يوم الفطر إلا بيوم أو يومين. واستدلوا على ذلك بأدلة، منها يعني العلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لإخراج لتشريع هذه العبادة، فقال: طهرة للمساكين، طهرة للمساكين، من طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. جميل. فهذا يدل على أنها هي مطلوب منها أن تكون طهرة للصائم من اللغو والرفث الذي حصل أثناء صيامه. جميل. طيب، لو قدمها قبل رمضان هو الآن لم يحصل منه لغو ولا رفث ولا صيام ولا شيء. هذه واحدة. وثانيا، إذا كانت طعمة للمساكين، الطعمة لهم المساكين لتغنيهم على المسألة كما في الرواية الأخرى، فمطلوب أن تغنيهم عن المسألة، أن يفرحوا بها في يوم العيد. لو أعطيتها للمسكين قبل رمضان أو في منتصف رمضان، المسكين محتاج له، يعني يستعملها وما بتحقق الغاية في وجودها في آخر الشهر. غاية من التشريع. هذا هو مذهب، هذا هو أدلة الجمهور، أنها لابد أن تكون في يوم الفطر أو فيما هو قريب منه من الزمان،
بيوم أو يومين. وهذا كان كما ذكر عن الصحابة عند عبد الله بن عمر مذكور عنه أنه قال أنهم كانوا يقدمونها، المعروف أنه يقصد الصحابة قبله بيوم أو يومين. جميل. لكن هنالك مسألة ينبغي، طبعا هنالك من يقول من العلماء وهم السادة الشافعية يرون أنها تقدم قياسا على 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 زكاة المال، وزكاة المال تقدم عند الجميع، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ زكاة المال من العباس قدمها بسنتين، يعني أخذ زكاته مقدمة بسنتين فقاسها عليها بجامع أن هذه زكاة وهذه زكاة. فلذن إيمان يمكنها على خلفية هذا المذهب، الله أعلم. ممكن. المهم أن هي نقطة مهمة التنبه لها، وهي أن الفقهاء لما يتكلمون عن إعطائها للفقير، أنها لا تعطى للفقير، هذا هو مقتضى كلامه، أنها لا تعطى للفقير إلا في يوم العيد أو فيما هو قريب منه، بحيث إنها تدرك أن يدرك العيد وهي عنده. أما تسليمها للجمعيات والجمعيات الخيرية كما يفعله كثير من الناس، فهذا ليس دفع للزكاة إلى الفقير، فهذا جائز، لأن المسألة هي مسألة توكيل. نحن الآن لما نعطي الزكاة للجمعيات الخيرية لصندوق الزكاة لا نعطيها للفقير مستحقها، إنما نوكل هؤلاء ليوصلوها إلى الفقير في الوقت المناسب. جميل. وهذه صارت مسؤولية الجمعية ومسؤولية الصندوق أن يوصلها في الوقت المناسب، أن لا يعطيها للفقير إلا في يوم العيد أو فيما هو قريب منه من الوقت. جميل. فإذا لابد من التفريق، يعني لا يوسوس واحد يقول أنا والله بداية الشهر أردت أني أبرر ذمتي وأعطيتها للجمعية زكاتي مجزئة، نقول له لا مجزئة لأنك هنا ما أعطيتها للفقير، أنت أعطيتها الجمعية، أنت هنا ما أعطيتها الجمعية أن هي تسلم الفقير، هي تسلم الفقير في الوقت المناسب. جميل. فزكاتك إن كنت دفعتها للجمعية في بداية الشهر أو حتى قبل الشهر دفعتها للجمعية فإن شاء الله مجزئة وجائزة، حتى في هذه الأيام لأن بعضهم ينتظرون لين يعني ليلة العيد إذا تم الإعلان يروح يعني يعطي الجمعية الخيرية. فإحنا نقول دام أنت بتعطي الجمعية طيب الخيرية تعطي الجمعية في آخر يوم، مثل الجمعية بتحول ومثل الجمعية بتودي ومثل الجمعية بتعطي، هم عندهم وقت معين، صندوق الزكاة اللي نحن نعرف عنده وقت معين ما يستقبل، خلاص في وقت معين، ما هذه هو ليلة العيد والله ليلة، المهم في وقت معين يحددونه بعده لا يستقبلون، لهم لا يستطيعون أن يوصلوها. صحيح. لا بد أن يعطى لهم وقت حتى يوصلوها إلى مستحقها. جميل. فإذا التفريق بين هاتين الصورتين مهمة جدا لكل المشاهدين حتى لا يقع عندهم وسواس ويقول أنا دفعت زكاتي بداية الشهر. يعني إحنا نفصل لهم نقول لهم أن من يدفعها إلى الجمعيات الخيرية فهو يوكل هذه الجمعيات وهذه الجهات أنها تخرج الزكاة في الوقت المناسب، وكل ما بكر أحسن، وكل ما بكرت مثل ما يقول الشيخ عبدالله كان أفضل، على أساس أنهم يعني تستعد يأخذون الجمعية وقتهم ويستعدون، يكون بالفعل يعني استلموا المبلغ في وقت مناسب ويقدرون يطلعونه في وقت صحيح ووقت يعني جيد. أما أن إذا الواحد هو بنفسه بيسلم الفقير هذه الزكاة فلا يجوز له أن يسلمها يعني قبل العيد بفترة طويلة، ولكن إنما ليلة العيد أو قبل صلاة العيد، ومثل ما ذكر شيخنا الشيخ عبدالله أيضا ربما يعني يكون قبلها بيوم أو يومين فهذا جائز بإذن الله. إذن نرجع إلى سؤالنا الثاني الذي يقول هل تجب زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه؟ معنا اتصال. السلام عليكم يا ابتسام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا ابتسام. الله يحييك. يا مرحبا. يقول السؤال هل تجب زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه؟ تجب أم لا تجب؟ ها يا ابتسام، الجنين تجب عليه زكاة، تجب عنه زكاة الفطر أم لا؟ لا تجب. أحسنتي، هذه هي الإجابة الصحيحة، ومبروك عليك 500 ريال مقدمة من قناة الريان، بإذن الله راح يتواصلون معك لاستلام هذه الجائزة، ألف مبروك. يقول السؤال الثالث هل يصح إخراج زكاة الفطر تمرا؟ أعيد السؤال مرة ثانية، هل يصح إخراج زكاة الفطر من التمر أم لا؟ هل يصح أم لا يصح؟ أيضا فكروا في إجابة هذا السؤال، وإحنا نرجع أيضا نفصل في سؤالنا الثاني مع الشيخ عبد الله السادة. الشيخ عبد الله، هل تجب الزكاة للجنين في بطن أمه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأصل
في الزكاة أنها تجب، كما قال ابن عمر في الحديث الذي رواه البخاري، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من شعير وصاع من تمر أو صاع من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والكبير والصغير من المسلمين، فهي تجب على كل مسلم، تجب على الشخص وعن من يعول. جميل. سؤال، هل يجب علي أن أستأذن من يعني يكون عندي في البيت من الأطفال أو من الأولاد أو الزوجة؟ الجواب لا، لا يجب عليك أنك تستأذن تقول والله بادفع عنك، لا. ليش؟ لأن المخاطب في هذا الأمر ولي الأمر، المخاطب هو ولي الأمر. جميل. ليس المخاطب الولد أو البنت أو الزوجة، المخاطب، فلذلك تدفعها أنت، تدفعها وعن من تعون. طيب، الجنين قالوا إذا رزق بولد قبل أذان المغرب ليلة العيد وجبت عليه الفطرة، وإذا رزق بالمولود بعد أذان المغرب لا زكاة فطر عليه، لكن يستحب له ذلك. طيب، وإذا بعد ما أذن وأذن بعد ما أذن وهي حامل يستحب له ذلك، إن أراد دفع زكاة الفطر عن هذا الجنين، ولا ليس بواجب على هذا. فلذلك إذا كان زين في بطن أمه وجاء عقب رمضان بشهرين ثلاثة بس الأم حامل فيه، أي كأقول لك إذا حامل كأنك إذا حامل يستحب، أي يستحب له ذلك. طيب، أنا عندي ولد أو عندي ابن في البيت لكنه يعمل، أنا أدفع عنه ولا يدفع عن روحه؟ الأصل أنه هو المخاطب، هذا الأصل. جميل، أنا مكلف. هذا طبعا مكلف، لا وقد يكون مكلف لكن ما عنده فقط فيست واجب، يعني أنا أعول، أنا أقوي الآن، عندي ولد عمره 30 سنة 40 سنة، ما أنا اللي يعني أتكفل به وبرزقه وأتكفل به، هذا من يعني أنا أعيله، فما يهم العمر أو ما يهم العمر. لكن أقول لك إذا كان هو يعني الآن يقولون مستقل ماليا، يسمونه مستقل ماليا، أيوة مستقل ماليا، وهو لكن هم مستقل في البيت ولا مستقل في الأكل وذي كله علي أنا، الأصل أنه هو المخاطب. ليش؟ لأنه مستقل ماليا. طيب، هل يجوز أنا أدفع عنه؟ نعم يجوز تدفع عنه، لكن بعد استئذانه، تقول له ترى زكاة الفطر علي أنا بأدفع عنك مثلا. وكذلك حتى الولد اللي طالع مع زوجته أو الولد، ممكن تدفع أنت عن ولدك وعن زوجته وعياله، بشرط إيش؟ الاستئذان. كذلك نفس الشيء، الآن في ناس يدفعون عن السواق، عندهم السواويق يعني وعندهم الخدامات، نفس الشيء إذا بتدفع عنه لازم تستأذنه، لأنه هو المخاطب وهو يعني مستقل ماليا وهو موظف. صحيح. عندك هو. صحيح. هو أنت مش من تعول، من تعول. لا صحيح، فهذا الخادمة أو الموظف اللي عندك أو السواق، هذا إنسان مستقل ماليا. إذا أردت أنت أن تدفع عنه زكاة الفطر لا حرج في ذلك، لكن تستأذن تقول له والله أنا ترى بادفع عنك. هذا هو الأصل، لأن يعني الخادمة والسواق ليسوا ممن يعو. نعم. جميل، والله جميل. تعالى جزاك الله خير شيخ عبد الله على هذا التفصيل وهذا التوضيح. وإحنا نذكركم أيضا بسؤالنا الثالث الذي يقول: هل يصح إخراج زكاة الفطر تمرا؟ فكروا في إجابة هذا السؤال، وإحنا نأخذ هذا الفاصل ونرجع لاستقبال اتصالاتكم ومكالماتكم. اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات. اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وعدنا لكم بعد هذا الفاصل، ونذكركم بالسؤال اللي طرحناه قبل هذا الفاصل. يقول السؤال: هل يصح إخراج زكاة الفطر من تمر أم لا يصح ذلك؟ معنا اتصال. السلام عليكم يا جاسم. هلا وعليكم السلام، حياك الله يا جاسم، ايش حالك؟ الله يحييكم، انت بخير الحمد لله، انت شلونكم؟ الحمد لله طيبين، الله يسلمك يا جاسم. يقول السؤال: هل يصح اخراج زكاة الفطر من تمر ام لا؟ يصح
أحسنت، هذه هي الإجابة الصحيحة يا جاسم، ومبروك عليك 500 ريال مقدمة من قناة الريان، بإذن الله راح يتواصلون معك لاستلام هذه الجائزة. أطرح السؤال الرابع، يقول السؤال وركزوا في السؤال: إذا لزم الإمام سجود سهو قبل دخول المسبوق معه، وأراد الإمام أن يسجد للسهو قبل السلام، فهل يلزم المسبوق أن يسجد للسهو مع الإمام ولا لا؟ أشرح السؤال بطريقة ثانية. الآن الإمام يصلي صلاة الفجر وسهى في الركعة الأولى، وجيت أنا لحقت مع الإمام الركعة الثانية، ما دخلت مع الإمام في هذا السهو، فهل أسجد مع الإمام سجود السهو أم لا أسجد معه وأتي بالركعة اللي أنا كنت مسبوق فيها؟ ففكروا في إجابة هذا السؤال جيدا، هل يلزمني سجود السهو مع الإمام في السهو الذي لم أدرك أم لا يلزمني متابعة الإمام في هذا السجود؟ فكروا في إجابة هذا السؤال. وحن نرجع أيضا لسؤالنا الثالث، شيخنا هل يصح إخراج زكاة الفطر تمرا؟ نعم، جواب صحيح أنه يجوز إخراج الزكاة من التمر بالاتفاق، لأن التمر منصوص عليه في الأحاديث، روايات الأحاديث في زكاة الفطر كثير منها مذكور فيها التمر، مذكور فيها التمر. جميل، والفقهاء متفقون على أنه يجوز إخراج زكاة الفطر تمرا. جميل، وحقيقة والسؤال لعل الباعث على طرحه أن الناس ما تفكر في الأصناف، لا حتى ما تفكر في أدلة الأحكام وتنظر إلى الواقع. الواقع أن الناس تخرج الرز، تحصل في الجمعيات في كل مكان رز، أكياس رز، أكياس رز، فيظن كثير من الناس أن الذي يخرج هو الرز فقط، والحقيقة أن الذي يخرج أن الحديث نص على أصناف، نص على الشعير، نص على القمح، نص على القمح اللي هو البر، نص على التمر، نص على الأقط. ولذلك بعض الفقهاء يقول لا بد أن تخرج من هذه الأصناف دام أنها موجودة، عرفت كيف؟ وفي حديث أصلا أطلق وهو صاع من طعام، ثم فسر راوي الحديث أن أبو سعيد الخدري فسر فقال وكان طعامنا كذا وكذا، وعد الأصناف التي كانوا يطعمونها. جميل، ومن هنا يقول الفقهاء أو كثير من الفقهاء يقول هذا الكلام، ويرجحه كثير من محققي الفقهاء أنه ليست المسألة مرتبطة بطعام المنصوص، إنما المنصوص بما يطعمه الناس وما هو غالب قوته، ماذا رجحها كثير من، طبعا هو مذهب المالكية، وكذلك رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رجحوا هذا الكلام، لأن هذا هو المقصود، إفادة الفقير. جميل، الفقير سيستفيد مما يستعمله الناس في الغالب، ومن ذلك يعني هنا عندنا هنا يخرج هنا الرز، لأن الرز هو غالب عيشة الناس، يأكلونه ما شاء الله صباحا ومساء، فلذلك هذا. وأما التمر فيجزئ قطعا، وهو يعني حقيقة صنف جيد لإخراج زكاة الفطر. جميل، لأنه ربما يكون فقير نادر بالنسبة له، يعني لو واحد أخرج صاع من تمر جيد قد يكون من الغالي للغالي لكن من الزين الجيد، فهذا لو أعطاه لفقير أكيد أنه سيفرح به. صحيح، أكثر من فرحه بكيس رز، والله لأنه قوت يا شيخ، قوت وكل شيء، وبعدين الشيء الجيد منه قد يعجز الفقير أصلا يعني يجده، يمكن ما يحصل أصلا التمر الجيد. نحن نقول لهم، نقول للأخوة، من استطاع منكم أن ينوع، لا نقول يخرج كلها من التمر لأنه قد تكون غالية عليه، لكن يخرج جزءا من التمر وجزءا من الرز مثلا، ومن هذه الأطعام اللي تقتاتها الناس، فلا بأس بذلك يعني، وإن شاء الله أنه موافق للسنة. جميل جميل، جزاك الله خير الشيخ عبد الله على هذا الشرح وهذا التفصيل. وأيضا نرجع لسؤالنا الرابع الذي يقول: إذا لزم الإمام سجود السهو قبل دخول المسبوق معه، وأراد الإمام أن يسجد للسهو قبل السلام، فهل يلزم المسبوق أن يتابع الإمام في هذا السجود أم لا؟ معنا اتصال. السلام عليكم يا نور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، حياك الله. يقول السؤال، واضح السؤال بالنسبة لك ولا لا؟ إن شاء الله واضح. تمام، يلا، ما هو، هل يسجد للسهو مع الإمام ولا لا؟ هو ما أدرك السهو مع الإمام، لكن هل يسجد للسهو معه ولا لا؟ إذا كان أنه قبل السلام، إذا الإمام يعني ما سلم فيسجد معه، بس إذا سلم الإمام لا يسجد معه.
جميل جميل ممتاز، إجابة صحيحة، والمشايخ ما شاء الله قالوا الإجابة أيضا صحيحة، ومبروك عليك. عن وعي نتكلم، عن وعي بالتفصيل يعني. صحيح. تفصيل صراحة ممتاز جدا، وهذه من الإجابات النموذجية صراحة اللي تكون يعني عندنا. صحيح. فمبروك عليك 500 ريال مقدمة من قناة الريان، بإذن الله راح يتواصلون معك لاستلام هذه الجائزة. ألف مبروك، هذه الإجابة الصحيحة. يقول السؤال الخامس: ما هو أقل النصاب في زكاة الإبل؟ أعيد السؤال مرة ثانية: ما هو أقل النصاب في زكاة الإبل؟ فكروا أيضا في هذا السؤال، ونرجع إحنا نفصل في السؤال الرابع مع مشايخنا الشيخ عبد الله، لعلنا نتحدث عن هذا الموضوع، سجود السهو مع الإمام إذا لم يدرك المسبوق هذا السهو. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. الأصل في الإمام أنه يؤتم به، يعني أنت المأموم تأتم بالإمام، ما يفعل الإمام أنت تفعل. فإذا سهى الإمام وأنت هب معه وسجد، الأصل أنك تتابع الإمام ولا تفارق الإمام، فإذا سجد تسجد معه، هذا هو الأصل. جميل. أو بتقول لا والله أنا ما كنت وياه في الركعة الأولى، وأنا ما أدري هو نسى ما نسى، أنا لا وتنفصل، لا، الأصل أنك تتابع الإمام، هذا هو الأصل. جميل. فإذا كان سجود السهو بعد السلام، يعني سلم ثم سجد، أنت تقوم لأنه سلم، فتقوم وتأتي بسجود السهو بعد صلاتك، من الصلاة بعد صلاتك. نعم. جميل جميل جميل، جزاك الله خير شيخ عبد الله على التفصيل في هذه المسألة. شيخ عبد الله عندك إضافة؟ لا بس أنا عجبني جواب الأخت، لأن أصلا كثير من الناس يظنوا أن السجود قبل السلام فقط، خاصة هنا في البلد الذي أهله هذا اللي أهله حنابلة، أصلا حنابلة ليس عندهم سجود بعد السلام إلا في موضعين فقط. أي نعم. ولذلك مرات تحصل مشكلة في المسجد لما يسلم الإمام قبل إتمام الصلاة ثم يعود ويتم الصلاة، هنا لزمه السجود بعد السلام، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو كذا، لما سلم من ركعتين ثم كلموه ثم عاد فأتم صلاته سلم وسجد بعد السلام. جميل. وهذه من المسائل التي يعني هي يمكن مسألة اللي الحنابلة يسجدون فيها بعد السلام. جميل. المهم إذا فعل الإمام هكذا قامت الدنيا ولم تقعد. عجيب. كان لأن متعودين دائما قبل السلام. قبل السلام. نعم. وهو ما تفضل الشيخ، هو فعلا لو سجد قبل السلام فإنه يتابعه في السجود، يلزمه متابعة الإمام. إن سجد بعد السلام، إن كان سجوده بعد السلام، فهنا له يعني له خياران: الأفضل أن يجلس ما يسجد ولا يقوم حتى يسجد الإمام للسهو ومن معه، فإذا سلموا قام وقضى ثم أتى بالسجود بعد ذلك. طبعا لا يسجد معهم. ليش هذا كان أفضل؟ أولا حتى ما يكون هو يقضي وهم يسجدون، يعني يكون في مخالفة في الفعل الظاهرة يعني. هكذا. فلذلك يقولون الأفضل أن يبقى حتى يسجد الإمام. وثانيا أيضا فيه مسألة: لو كان الإمام سلم ليس في محل السلام، سلم مثلا كان عليه أن يسجد قبل السلام لكن ما انتبه سلم ثم عاد، قد يحصل هذا. صحيح. فإذا حصل وسجد فإنه يسجد معه، يعني ينتظر شوي حتى يعرف سجوده هذا على أي أساس هو أخره. جميل. فلذلك الأفضل أنه يؤخر حتى يسجد الإمام ثم يقوم بعد ذلك هو ويقضي، وإن فعل ما قاله الشيخ كذلك جائز أنه يقوم ويقضي يكمل صلاته بعدها، يعني يأتي بالسجود ثم يأتي بالسجود بعد ذلك، لأنه خلاص بسلامه مع الإمام انفصل عنه، انفصل عن قطع صلته بالإمام، فيقوم. صحيح. ويقضي، لا حرج في ذلك. جميل جميل، جزاكم الله خير مشايخنا على هذه التفاصيل حول هذه المسألة. ونرجع لسؤالنا الخامس الذي يقول: ما هو أقل النصاب في زكاة الإبل؟ معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا مرحبا، معنا علمي. حلمي يا تكرار. حلمي، حياك الله، يا مرحبا يا حلمي. أهلا والله. يقول السؤال: ما هو أقل النصاب في زكاة الإبل؟ يعني كم يعني عدد الإبل الأقل في
الاتيان انه يكون هو النصاب لاخراج الزكاه. واضح السؤال؟ من ال... ايه يكون كم العدد من الابل؟ ايه خمسه من الابل فيها كه. احسنت احسنت، هذه هي الاجابه الصحيحه، ومبروك عليك 500 ريال مقدمه من قناه الريان، باذن الله راح يتواصلون معك لاستلام هذه الجائزه. يقول السؤال السادس: هل يفسد صيام من تطحن القهوة أو الهيل وتستنشق غبارها وتجد الطعم في الحلق؟ أعيد السؤال مرة ثانية: هل يفسد صيام من تطحن القهوة أو الهيل وتستنشق غبارها وتجد الطعم في الحلق؟ هل يفسد صيامها أم لا؟ وفكروا في إجابة هذا السؤال، وبنستقبل اتصالاتكم بعد تفصيلنا مع المشايخ لسؤال السؤال الخامس اللي هو أقل النصاب في زكاة الإبل. نعم صحيح، الإجابة صحيحة، أقل النصاب خمس من الإبل وليس فيما دون ذلك زكاة ما في الحديث. النصاب أو فكرة النصاب ما هي؟ المال، الأموال الزكوية سواء كانت بهيمة الأنعام، إبل، بقر، غنم، أو كانت يعني العين اللي هو الذهب والفضة وما ألحق بهما، هذه لها حد أدنى، هذه حد أدنى، إذا لم يكن عند الشخص فليس عليه زكاة، وكذلك الخارج من الأرض يعني الأموال الزكوية وأغلبها. جميل. من لم يكن عنده هذا الحد الأدنى فلا تجب عليه زكاة، لأن الزكاة تجب على الغني للفقير. فمن كان عنده من المال أقل من هذا الحد الأدنى فلم يخرج أصلا عن خط الفقر كما يقال، لا يخرج عن خط الفقر. فلذلك حدد الشارع، وهذه المقادير محددة من الشارع، حدد الشارع حدا أدنى للنصاب، يعني من كان عنده خمسة ذود كما في الحديث فعليه أن يخرج شاة، وهكذا من كان عنده عشرة فعليه شاتان، من كان عنده 15 فعليه ثلاث شياه، إلى أن يصل إلى 25 فيخرجه من جنس الإبل كما هو مفصل. جميل. وهكذا كذلك في بقية الأموال الزكوية، مثلا الذهب لابد أن يكون عنده 20 مثقالا، الفضة مثلا لابد أن يكون عنده 100 درهم فما فوق، زكاة الخارج من الأرض لابد أن يكون عنده خمسة أوسقين، وهكذا. فهذا هو فكرة النصاب. جميل. فالأموال الزكوية أغلبها يشترط له النصاب والحول، يعني أن يمكث هذا عندك حولا كاملا، خمس من الإبل عندك كل الحول. جميل. فهذا هو هذا النصاب، هذا يعني أنك لم تحتاج لها، لم تبيعها، فأنت عندك شيء من الغنى يعني إلى حد ما. جميل. وهكذا في بقية الأموال الزكوية، طبعا خارج من الأرض لا يشترط له الحول، يعني بمجرد الحصاد كما قال الله سبحانه وتعالى: واتوا حقهم وحصاده. جميل. هذا على طول الواحد يطلع زكاته على طول. على طول. اي نعم. جميل. اي بعض الناس يسالون عن مثلا بعض الحيوانات، يعني في حيوانات عليها زكاه وحيوانات ما عليها زكاه. اي نعم. اي نعم. ما هي اللي عليها زكاه؟ الابل والبقر، ويدخل مع البقر الجاموس، والغنم، ويدخل مع الغنم الضان والماعز. الضان والماعز. نعم. جميل. لكن يشترط السوم، يعني تكون سائمة طوال العام، والآن اللي نشوفه الآن موجود في يعلفونها كلها. نعم كلها معلوفة، لذلك لا زكاة عليها. يعني الآن اللي عنده إبل أو عنده بقرة أو عنده غنم في مزرعته أو في عزبته ليس عليها زكاة، لأنها من شروطها أن تكون سائمة، ومن شروطها أن لا تكون عاملة. يعني الآن في بعض الدول يخلي الثورة والبقرة هي اللي تحرث للأرض، هي اللي تحرث، وكانت يعني الإبل النواضح اللي تجلب الماء، هذه ليس عليها زكاة. جميل. نعم. وهل يدفعها مال قيمة الشاة أو قيمة الذي، ولا يدفعها؟ لا، يجب أن يدفعها شاة. جميل. يجب أن يدفعها شاة. وهل يأخذ من أفضل الشياه ولا أي شاة؟ أي شاة. نعم، رسول الله سلمنا معاذ عن يعني يأخذ من كرائم الإبل، يعني أو من كرائم يعني، فقال يعني خذ من الوسط. السؤال: اللي عنده خيول، اللي عنده حمام، اللي عنده غزلان حمير الله يعزك، اللي عنده غزلان، اللي عنده باط، اللي عنده أرانب، اللي عنده سمج زينة، في واحد يعني صح. اي ايوه، فهل هذه عليه زكاه؟ لا، الزكاه فقط على الانعام، البقر والجامو، يعني اصناف محدده. نعم، والابل والاغنام والماعز. جميل. طيب انا عندي 200 راس خيول.
عندي. هذه لا زكاة كما قال صلى الله عليه وسلم، ليس يعني على الرجل في عبده ولا في فرسه. لكن لو أنا اتخذت هذه الأمور، لو اتخذت هذه الأمور إيش تجارة، تصير عليه زكاة. أيوة. اللي عندهم الحين حمام من فلوس التجارة. إيه لا لا لا، من فلوسها يعني. الحين اللي عنده حمام ويتاجر في الحمام ما يدفع زكاة الحمام، غلط. لازم تدفع، هي لأنه من عروض التجارة. هذا، وصلى الله وبارك على محمد. جميل جميل، جزاك الله خير. والله احنا ودنا نفصل اكثر ونخليك على راحتك، صح. بس وصلنا يعني الى النهايه، لكن لعلنا ان شاء الله نطرحها في حلقه الغد باذن الله. اذا مشاهدينا الكرام، يعني حتى جواب السؤال الاخير ما نقدر ناخذه منكم. وصلنا واياكم الى ختام هذه الحلقه، نتمنى ان تكون حلقه مفيده واستفدتم من تفاصيل هذه الاسئله. نشكركم على متابعتكم ونشكر مشايخنا على هذه التفاصيل. موعدنا بإذن الله يتجدد معكم في حلقة الغد في تمام الساعة 4 عصرا. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، ولا تنسونا بدعوة عند إفطاركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه،